شوف، بعض الناس يتوسعون كثيرا في هذا الموضوع، فقد يمتد الجلوس بالخاطب والمخطوبة وقتا طويلا مع الخلوة التي حذرت منها شيخ صالح. أطمع في كلمة في هذا المقام جزاكم الله خيرا. توسع في هذا حرام، ولا يجوز للخاطب الذي لم يعقد على المخطوبة أن يخلو بها أو أن يسافر بها، لأنها لا تزال أجنبية منه ولا تحل له إلا بالعقد الشرعي المستوفي بالشروط والأركان. مجرد الخطبة لا يبيح له منها شيء، لا خلوة ولا استمتاعا ولا نظرا إلى ما لا يجوز النظر إليه، لأنهما لا يزال أجنبيين بعضهما من بعض. أما عوائد الناس أو أفعال الجهال والمتشبهين بالكفار، كل هذا باطل، لا يجوز. يجب الرجوع إلى حكم الإسلام وحكم الشريعة في مثل هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.